السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جليحة. وشركة ون بلس بدأت تتوسع بشكل مباشر. ون بلس ذاك اليوم أعلنت قبل فترة قليلة أعلنت عن ون بلس 7 تي برو، ما صار له هو، لكن اليوم التسريبات تتحدث عن أنه نية الشركة الإعلان عن جهاز جديد هو ون بلس 8 و8 برو. يعني تقدر تقول اكو مخططات، وكذلك حتى المواصفات اغلبها المواصفات الموجوده لدى الجهاز وضحت بالتسريبات بانه الشركه سوف تنزل لنا جهاز هو الون بلس 8 برو بشاشه كامله، هي تكون 6.65 فول اتش دي اكواد اتش دي بلس وليس فول اتش دي بلس، لان السابق هو كواد اتش دي. هذا جهاز جانب شيء تقدر تقول يمكن راح يكون سنه 2020 اكثر الشاشات راح تكون بهذا الشكل، موجوده بكاميرتين بداخل الشاشه او كاميرا بداخل الشاشه. وضعية الكاميرتين نفس الوضعية الموجودة بالاس 10 بلس، لان جاي تقلتها هواي، بدت فيها شاومي يمكن ما ادري يا شركة بعد، وراح يستمر يمكن راح يصير طراز 2020 شاشات اكثرها كاميرتين داخل الشاشة. ذلك راح يكون بكاميرات رباعية بالخلف، ثلاثية تكون اساسية، والكاميرا الاخيرة ممكن ان تكون للعمق. طبعا هذا الجهاز سوف يأتي باحدث معالج من كوالكوم، مستحيل من 855، راح يكون اكيد بمعالج سناب دراجون 865. كذلك الذاكرات العشوائية ممكن اذا اكثر من 12 جيجا ممكن ان تنزل 16 او اكثر ما اعرف، لكن اذا اكثر من 12 جيجا اكيد ون بلس راح تكون سباقة بالذاكرة العشوائية الاقوى، هكذا احنا نعرفها. كذلك الذاكرة الداخلية اقل ذاكرة اتوقع راح تكون 256 512، ممكن واحد تكون 1 تيرا. كذلك هذا الجهاز يأتي بمكبرات صوت من الأعلى ومن الأسفل، والشاشة راح تكون من نوع سوبر أموليد، بصمة أكيد موجودة بالشاشة. كذلك الشاشة راح تكون بتحديث 90 هرتز أو 120 هرتز، فهذا ممكن بعد فترة تتحدث بالتسريبات أو التقارير القادمة. حسب ما موجود بالتسريبات سوف يأتي ببطارية 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع. بالنسبة لسعر هذا الجهاز لحد الآن لم يحدد، ليش؟ لأنه شركة بدأت ترفع أسعارها بالآونة الأخيرة. حتى الون بلس 7 تي برو جانها حاليا بالعراق، أكو حجز عليه ب $800، أتوقع كذلك راح يجينا 800 أو 850 دولار، ممكن أن يوصل 900 دولار، ممكن أنه حتى راح تنافس الشركات اللي أسعارها غالية راح تنزل لنا ب $1000 أو 1100 دولار. يعني بنهاية المطاف شركة ون بلس راح ترفع أسعارها حالها محال الشركات اللي رفعت أسعارها بالماضي، حد الآن مستمرة برفع الأسعار. هذا الجهاز سوف يأتي بسنة 2020، ممكن بداية سنة 2020 أو المؤتمر راح يكون بالشهر الثاني بسنة 2020. أتوقع أنه هذا الجهاز سوف يكون أسرع من السابق، راح يكون مواصفاته أفضل من السابق، لكن راح يكون بسعر أغلى. نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي أمان الله.